مديان عاصي من مركز الريم الطبي في عرابي. طبعا جابوا لعندكم طفلي مصاب بحادث دهس، تحكي لنا شو وضع البنت؟ وضع البنت من نقدر نقول الإصابة بين متوسطة إلى صعبة. البنت كانت بتشكو من وجع بالأطراف بالإيدين وبالرجلين، وشاهدنا إنه أثناء الفحص إنه هنا في هواء في صدرها. بنقدر نقول إنه الوضع مستقر بس الحالة صعبة، وبطبيعة الحال وصلناها على نجمة دير الحمراء للعلاج المكثف ومن ثم نقلها إلى مستشفى نهرية. عرفت شو تفاصيل الحادث؟ تفاصيل الحادث برويها أحد أقارب المصابة بأنه تعرضت لحادث دهس من قبل قريب المصابة. نعم، شكرا لك.